في الجيدو دائما توجت الجزائرية أمينة بالقاضي بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 63 كيلوغرام بعد تغلبها في المنازلة الترتيبية على نظيرتها الإيطالية نيكول دي سانتو، وهذا بالقاعة الرياضية التابعة لمركز المؤتمرات الدولي. يأتي هذا مباشرة بعد إقصاء الجزائرية من نصف النهائي. إنجاز الجزائرية جاء وسط أجواء كبيرة عاشتها إذن القاعة التي احتضنت هذه المنازلة. إذا مشاهدين، وفي خبر آخر، توج المنتخب الصربي بذهبية كرة الماء بعد تغلبه في النهائي على منتخب الجبل الأسود بنتيجة 9-8 في المباراة التي احتضنها المسبح الأولمبي التابع لقصر الرياضات حمو بوتليليس بوهران. وعادت البرونزية في هذه المنافسة للمنتخب الإسباني الفائز على حساب المنتخب الإيطالي ب 16-8. يذكر أن هذا التخصص كان قد انطلق يوم 24 جوان بمشاركة 8 دول.